لا تكسر همك ما قدر يكن وما ترزق ياتك. الحمد لله عظيم الآيات جزيل المنن والهبات رب الأراضين والسماوات بيده أمر الظواهر والخفيات. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جامع الخلائق ليوم الميقات، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبوات وسيد السادات وإمام المحبوبين لله من أهل الأرض والسماوات. اللهم أدم صلواتك على خير البريات من جاءنا بالآيات البينات سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ونتأمل بعض المعاني الكريمة الكبيرة العظيمة في هذه الكلمات والأبيات الشريفة المنيفة. وأخبرنا بعد ذلك أنه أننا أمام الأقضية والأقدار وأحكام القاهر الجبار، يجب علينا الرضا بما قدر وبما قسم لنا من الأرزاق، ووجب علينا في امتثال أمره أن نطلب الرزق من حله وأن نصرفه في محله وأن نطلب الزيادة مما حبب إلينا طلب الزيادة منه من العلم والعمل الصالح، ونسعى لذلك جهدنا، وبذلك نحقق عبوديتنا لإله يتولى من قام له بالعبودية بربوبيته السنية. وإذا تولت الربوبية العبودية تلاشت العبودية في الربوبية وتلاشت العبدية في العندية، وصار العبد محل نذر من العلي الأكبر فيما بطن وفيما ظهر، منسوب بالنسبة الإضافية التشريفية إلى الله خطواته وحركاته ونظراته وكلماته، فبي يسمع وبي يبصر وبي ينطق وكنت سمعا وكنت بصرا، وذلكم العطاء الأكبر الأفخم الذي يجب على كل مؤمن أن يعظمه وأن لا يجعل له طمعا في الدنيا يقطعه عن طمعه في نيل هذا الأمر الرفيع العلي وموالاة أهله. ثبت الله قلوبنا وأقدامنا. قل فالرضا فريضة، الرضا فريضة بما قسم الله لك في الأرزاق الحسية، ثم لا ينصرف همك إلى زيادة على قدر الكفاف إلا ما صدقت فيه نيتك من الإحسان عند قيام الدواعي مع صحة البواعث وعدم الانشغال عما هو أهم وأعظم. إن كان أقامك في من أقامهم في السعي لعباده والعمل لحاجات خلقه سبحانه وتعالى، وهو يقيم في هذا من شاء من البرية، يكون سعيهم ذلك مبارك عليهم لا ينقطعون به عما هو أهم ولا أولى بهم في أحوالهم وشؤونهم، تصدق فيه نياتهم ومقاصدهم.
وينبغي أن يكون ذلك الطلب بتحرر من حيث الظاهر وبسؤال أن لا يعذب عليه ولا بوقوع في شبهات وشوات أو بإقامة العدل عليه في الآخرة. وكان من أدعيتي بعد أكابر أهل البيت المطهر في القرون الأولى: اللهم إني أسألك صحة في تقوى وطول عمرا في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبني عليه. وفي الأرزاق المعنوية أحب الله منا مع الرضا طلب الزيادة من غير غاية ينتهى إليها، والعمل على ذلك بالمستطاع، بكل المستطاع. وأعلى رزق في ذلك الرزق المعنوي رزق اليقين، رزق اليقين الذي في داخله وشؤونه المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة، وهي رأس في عظيم الأرزاق المعنوية، المحبة منه والمحبة له. وعنها ينتج كمال الرضا، والذي هو فريضة لأهل كل مرتبة بما يليق بهم، ففرض على من كان أقرب ومعرفته أرحب، نصيب من الرضا ينفك عن فرضيته من دونه ممن يحجب. وكلما ازداد معرفة وجب عليه أن يزداد رضا. والرضا أعلى ما ينعم به على العبد من الرب جل جلاله، قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. إلا أن نصيب العبد من رضوان ربه عنه مقروء ومشاهد ومستجلى في رضاه عن ربه جل جلاله. وكلما توفر نصيبه من رضاه عن إلهه توفر حظه من رضا ربه عنه، وذلك ما لا يكيف وما يجل عن أن يوصف. ومهما رضي العبد فعنده في الرضا غايات عظيمات، إلا أنها إذا نسبت إلى رضا رب البريات تضاءلت، ويبقى الرضا من العبد مما عند العبد، فهو قابل للنفاد في أصله، لكن الرضا من الله مما عند الله، وما عندكم ينفد وما عند الله باق. وهذا أول ميزة وفارق بين الأمرين، وهي شيء كبير. هذا يقبل النفاد وهذا لا ينفد أصلا، فرق ولا ما هو فرق؟ فرق كبير هائل، فرق هائل. فما أحسن متاجرة الذي يقبل منك الفاني ويعطيك الباقي، يقبل منك القليل ويعطيك الكثير، يقبل منك الصغير ويهبك الكبير. ما أحسن هذه التجارة. ويا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. يلا بها. فالرضا فريضة، وتتسع باتساع العلو في المعرفة بالله تعالى والمحبة له. الرضا بأحكامه الشرعية بحسن العمل والامتثال والتطبيق فرحا وطمأنينة واستبشارا. يعطي الزكاة طيبة بها نفسه، يعطي الصدقة طيبة بها نفسه، يصوم طيبة بصوم نفسه، يقوم طيبة بالقيام نفسه،
بمحبة، ثم الرضا بالأقضية والأقدار فيما قدر عليه الكريم الغفار جل جلاله، وهي من أعظم مجالي تحقيق أو معرفة رضا الحق عن العبد. وكن راض بما قدر المولى ودبر، ولا تسخط غضب الله رب العرش الأكبر. وفي الحديث: إذا أحب الله قوم ابتلاهم فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. يعني يخرجوا بعد ذلك عن دائرة المحبة والعزوة بسخطه على أقدار الله. قال: أحب المحبوبين وأقرب المقربين بعد أن رمي بالحجارة في الطائف وخرج، ولا يستطيع الدخول إلى مكة إلا بإجارة أحد من هذه المظاهر التي أقامها الله في عالم الحس، فقال: أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب العالمين أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يجهمهم، إلى قريب ملكته أمري، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. وكان من شريف خطاب الله له برضوانه الأكبر أن قال للملك الموكل بالجبال: سلم عليه ودن منه وحكمه في أمر الجبال وما التي حوالي مكة وما تفعل بها، إن شاء أن تطبقها عليهم فأطبقها. ولما كلمه قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى هذا الأمر. فقال له: صدق الذي سماك الرؤوف الرحيم، صلوات ربي وسلامه عليه. فالرضا فريضة، والسخط حرام، تبرم الجزع من قضاء الله وقدره. ألا يا صاح يا صاح لا تجزع وتضجر، وسلم للمقادير كي تحمد وتوجر، تحمد وتوجر. ولا تصح إذا الله رب العرش الأكبر، وكن راض بما قدر المولى ودبر، ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر، وكن صابر وشاكر تكون فائز تلحق بالقوم. ومن أهل السرائر رجال الله من كل ذي قلب منور، مصفى عن جميع الدنس، طيب مطهر. وقد رضينا قضاء الله كيف قضى، كما يقول عندما جاءت أخبار وفيات عدد من أهل وداده ومحبته في الله تعالى من أقاربه وأهل خاصته في المودة والمحبة في الله في أرض الهند. فجاءت أخبار وفياتهم في وقت متقارب، في سنة واحدة مات كثير منهم. وأنشأ قصيدته التي مطلعها: مرة لنا بنحمل مانوس عياده مع الأحبة، لو عادت ولو عادوا كنا قضينا بالأوقات في أوطار في دعة وطيب عيش، فما كادت وما كادوا أن وقد حالت الأقدار دونهم، فالهم مجتمع والقوم قد بادوا. ودين يذكر منهم عدد مثل الشقيق وابن العم، في زمر طابت خلائقهم والسعي والزاد، من الذين بعلم الدين قد عملوا واستغرقتهم عبادات وأوراد، دعاة خير هداة مهتدين رضا من سادة ما لهم في الفضل أنداد، حدا بهم هادم اللذات فانطلقوا إلى مصير به فوز وإسعاد، برازخ النور دهليز الجنان من الفردوس والعدن يا لله ما فادوا، فالموت للمؤمن الأواب تحفته وفيه كل الذي يبغي ويرتاد، لقى الكريم تعالى مجده وسما مع النعيم الذي ما فيه أنكاد، فضل من الله إحسان ومرحمة فالفضل لله كالآزال آباد، وفالظن بالله مولانا وسيدنا ظن جميل مع الأنفاس يزداد، نرجوه يرحمنا
نرجوه يجبرنا فهو الجواد الذي بالجود عواد نرجوه ينظرنا نرجوه يسترنا فمنه لكل إمداد وإيجاد ندعوه نسأله عفوا مغفرتان مع حسن خاتمة في العمر نفاد. وبعدين وخلاصة القول وقد رضينا قضاء الله كيف قضى. وقد رضينا قضاء الله كيف قضى واللطف نرجو وحسن الصبر إرشاد. اللهم صل على سيدنا محمد ثم الصلاة على الهادي وعترته محمد من فنت بالريح أعواد وما سرت نسمات الحي في سحر وكان منا لحرد الشجو إبراد. لا إله إلا الله. فالرضا فريضة والسخط حرام. تسخط على من وهو الأعلى. وبعد ذلك فمجاري الأحداث تعلمك حتى في حدود مداركك أنت في العالم الحسي عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولما تعجب سيدنا الحسن من وال في المدينة كان يؤذي سيدنا الحسن تعجب سيدنا الحسين منه بعد وفاة سيدنا الحسن ودفنه بالوقيع رجع يثني عليه يذكر بعض صفات الحسن الحميدة. سيدنا الحسين قال عجب الآن تقول هذا وقد كنت معه وكنت. قال نعم كنا نصنع كل ذلك مع مثل هذا الجبل يقوله. وترى هذا الجبل يتحرك لشيء. قال كان أخوك مثل الجبل هذا كل ما عملناه بسوء كلمنا عليه بيه ما يتأثر بشيء ما يهتز لشيء ما يتحرك لشيء. قال حبشي لبعض السائحين من الصالحين الأولياء اللي وصلوا وزاروا المغان. قال كيف رأيت عيدروس بن عمر الحبشي؟ قال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله اللي أتقن كل شيء. قال الإمام البوسيري يذكر شان الصحابة في صبرهم وصدقهم في الجهاد. قال هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم وفي كل مصطدم سل حنينا وسل بدرا وسل احدا فصول حدف لهم ادهى من الوخم رضي الله عنه. ثم كانت العاقبه لهم من تكن برسول الله نصرته ان تلقه الاسد في اجامها تجمي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم. احل امته في حرز ملته كالليث حل مع الاشبال في اجمه. والسخط حرام والجنوع من القناع راحة تستجري بلك السرور والأنس والحبور وفي عيشنا كما مع عيش الذين مضوا قبلنا كم وكم بالكثرة القاثرة من الذين متاعهم قليل ودخلهم قليل وفيهم من يجوع أحيانا وفيهم من لا يجد العشاء أو الغداء أحيانا وهنأهم وسرورهم وطمانينتهم وفرحهم الباطن وزهو نفوسهم واستبشارهم وانشراحهم ما يحصل منه عشر العشر ملوك الأرض ولا أرباب الثروات الكبيرة على ظهر الأرض ما يحصلون في العيشة اللي نحن فيها. وعاد الآخرة بدي وتنكشف الستارة ويرى هذا نتيجته هذا نتيجته هذا نهايته هذا نهايته كيف ولو كان صالحا لم يعفى من السؤال في القيامة وهو صاحب مال لتأخر من أجل المساءلة وهو صالح عن ذلك الفقير فيسبقه بمقدار نصف يوم 500 عام. يدخل فيها الأغنياء الفقراء قبل الأغنياء الجنة 500 عام. أوه. لا ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة ولا أربعة. كم صبر ذا في الدنيا وكم استلذ ذاك في الدنيا ما حد منهم تعمر 500 عام من هذه الأمة ما حد عمر. ومع ذلك تقدم هذا ب500 عام. والجنوع راح معجلة
وثواب لها مؤجل يدرك صاحبه. ويقولون جعل الله لنا أمثلة، جعل في طبع العنكبوت معنى من القناعة، في طبع الذباب معنى من الطمع، فما يتوقف ذاك عن الحركة ويروح هنا وهنا وبغى من هنا وبغى من هنا وكل شيء بغى يبرح عليه وبغى أي مجال. وهذا تبني حقها الخيوط بيت العنكبوت، تقعد محلها في البيت ولا تروح مكان. والطماع ده يجي لمن عنده ويقع في حقها الحبال، وتجي بس تربطه وخليه محله، ويقع كله هو طمع رزق للقانع هذا الذي قاعد جالس في مكانه. هي وصل دارها ما راحت مكان، جالسة في البيت ونسجت الخيوط حقها وجالسة، وذا الطماع يروح لما يصلي لله، إذا وصل إلى عند بس جت سعدت ربطته فقط بالخيط خلته محل رزق لها تأكل منه لما يكون هو الطمع حقه كله يصير رزق من أرزاقها. عبرة من العبر، لا إله إلا الله. والطمع جنون لأنه مغالبة لما لا يغلب ومحاولة لما ما لا يمكن، نوع من الجنون. قال يريد ما ليس له، ما تقدر عليه ولا يأتيك إلا ما قدر لك فقط. والحق سبحانه وتعالى دعا عباده أن يرفعوا أنفسهم عن الطمع في بعضهم، وقال عندي خزائن ملا من بيطمع تفضل، كل ما زدتم طمع ما عندي أكثر، أما بينكم البين طمع رثاثة وقلة عزة وقلة شرف بينكم بين اطمع بعضكم في بعض، لكن اطمع في ربك، فإن لي فيك أطمع مثل أطمع أشعب، والذي يضربه المثل في الطمع يقول أشعب لبعض الصبيان يضحك عليهم يمزح، تذهبوا المحل الفلاني هناك يقسمون دراهم على الناس، راحوا والصبيان يجرون، راح يجري وراهم بنفسه. لما سئل مالك قال يمكن صدق يحصلون، حد انا بحصل ما يفوتنا احصل. ايش الطمع حقك هذا الزايد؟ قال عندي شاه اطمع مني حقي شاه. قالوا كيف اطمع منك؟ قال ترى قوس قزح في السماء تمد يده تظن خضرة بغت تتناول. إلى غير ذلك من الأطماع. وإياك والأطماع إن قرينها إيش دليل إيش متضع القدر إيش هو؟ وإياك والأطماع خسيس لذا متضع القدر أطمع إن ذليل إن قرينها ذليل خسيس القصد قليل خسيس ذليل خسيس القصد متضع القدر. وهكذا ولولا الأطماع ما تحاربوا والأطماع ما تقاتلوا. والعجيب أن أحدهم يطمع في شيء وما يحصله بل يبيع دينه وحياته ولا يحصل اللي يطمع فيه، بخلاف الذي يرجو الله ما يخيب أبدا، يرجو الله يصدق معه ما يخيب، حصل فوق ما يرجو، فوق ما يرجو، فوق ما يامل، فوق ما يطلب، فوق ما يريد. هكذا معاملة الله للعبيد. والطمع جنون، نوع من أنواع الجنون. يقول مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك، إذا أشرقت الشمس لجسمك ظل وماشي فيه ظل لابد منه، امسك الظل، فإذا جيت نحوه تريد تحتويه يشرد يمشي هو قدام، أنت كل ما مشيت هو ما شاء، إيه؟ أنت لا تدركه متبعا، وإذا وليت عنه تبعك تروح الجهة الثانية يمشي وراك الظل ولا يفارقك أبدا، وخلاص قلت ما عاد اريدك انا يمشي وراك.
وإذا وليت عنه تبعك. فبدل ما تقع تابع خلك متبوع أحسن بيتبعك. وكما سيبين ذلك في الأبيات الآتية. الله يرزقنا الأدب وينيلنا من جوده الأرحب.